السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي إن شاء الله في هذه الورشة هذه ديال المونتاج اللي كنا دوزنا معكم إن شاء الله فتح النوت. غادي نحاول إن شاء الله في هذه الورشة هذه أن نحاول نتطرقوا نفس البرنامج اللي خدمنا عليه في الورشة، وغادي نحاول ما أمكن أن إن شاء الله نتطرقوا لبعض النقاط الرئيسية في البرنامج، ونحاول ان شاء الله ان نحاول نتمكن من بعض الادوات من البرنامج، كيفاش ان نخدمه البرنامج، ان كيفاش نمونطيو الفيديو، يعني كيفاش نخدمه الفيديو، كيفاش نمونطيو الفيديو، كيفاش نمونطيو الصوت. البرنامج ان شاء الله كما قلنا اللي خدمنا عليه في الورشه معروف كما قلنا هو موفي ايديت برو 15 بلس. هذا البرنامج هذا كما قلنا ديال شركه ماجيكس، هي هاد الشركة واحد الشركة هي هاد الشركة كتقدم واحد العدد ديال لي برودوي، يعني واحد العدد ديال المنتوجات، واحد العدد ديال المجالات ديال الصوت، مونتاج ديال الصوت، مونتاج ديال الصورة، الجرافيك، المواقع الانترنيت، المهم واحد التروات دي، المهم واحد العدد ديال لي برودوي كتقدم هاد الشركة هادي. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا على هذا البرنامج. هذا البرنامج هذا اخترنا لكم هذا الفيرسيون هذه ديال 15. علاش اخترنا هذا البرنامج؟ لانه اولا كيخدموا به المحترفين والمتوسطين، هو بين الاحتراف وبين المتوسط، يعني برنامج كيقدم لنا واحد العدد ديال الميزات، في نفس الوقت سهل الاستعمال، وفي نفس الوقت كيوفر لنا واحد العدد ديال الادوات، واحد العدد ديال الامكانيات ان نخدمو به، مع العلم ان هذا البرنامج هذا ماشي فابور. البرنامج الشركه كتعطينا واحد المده ديال 30 يوم ان نخدمو به ونجربوه، الى عجبنا ديك الساعه كنشريو. هذا البرنامج هذا بالواجهه الانجليزيه، وإلا قلبتو في الانترنت انا بحثت ولقيت بان كاينين بعض الاخوه اللي قبطوا ترجموه للغه العربيه، ماشي ترجمة كاملة، المهم ترجمة غادي نقولو 80% ديال الترجمة. الواجهة ديال البرنامج بالعربية، هاد البرنامج هذا معاه واحد العدد ديال الأدوات باش نخدمو، واحد العدد ديال لي بروغرام في وسط هاد البرنامج هذا. أن هاد البرنامج هذا كيما قلنا ديال المونتاج ديال الصوت وديال الصورة. مع هاد البرنامج هذا كاين واحد البرنامج ديال فيديو ريكورد، يعني في حالة اللي بغينا نسجلو، بغينا نسجلو من كارت تيفي ولا كارت ساتيليت، لكن الا كانت عندنا مركبة في البيسي عندنا، معاها برنامج ديال ميوزيك ايديتور، يعني واحد البرنامج اللي كيتيح لينا التحرير ديال الصوت، من تسجيل وتحرير الصوت وإضافة المؤثرات وتصفية الصوت من التشويش، يعني والتحسين ديال الصوت، الكواليزور، يعني واحد العدد ديال الادوات كيف نتحكموا في الصوت او نحسنوا التسجيل ديال الصوت. كاين واحد البرنامج اخر ديال اكستريم برينت ستوديو، هو باش نصاوبوا لي جاكيت ديال دي في دي، يعني فاش كنصاوب فاش كنمونطيو اي فيديو كنصاوبوا البروجي ديالنا كنغرافيو. هاد البرنامج هذا كيتيح لينا ان نصاوبوا لي جاكيت ديال دي فيديو ونامبريميوهم، وان شاء الله بحول الله غادي ننتقلوا لاول مرحله في البرنامج، هو طريقه تثبيت البرنامج. ندوزو ان شاء الله لطريقه التثبيت ديال البرنامج.